هذا ورصدت كاميرا التلفزيون المصري آراء الجماهير وتوقعاتهم لمباراة الأهلي والزمالك التي ستقام بعد قليل في الدوري الممتاز. ماتش الأهلي والزمالك ما تقدرش تحكمه من دلوقتي، ما تقدرش تيجي تقول ماتش سهل ماتش صعب. فرقة الأهلي عندها غيابات وعندها إصابات، عندك حمدي فتحي، عندك عمرو السولية بيتجهزوا، محمد عبد المنعم سمعنا النهارده إن هو خارج التشكيل. يعني عندك خط الوسط كله يعتبر، بس بالباقي اللي موجود ان شاء الله لا هنكسب ان شاء الله. الفرص الموجوده للفريقين بالنسبه للاهلي صفقات طبعا جامده جدا، اتوقع طبعا الاهلي. بالنسبه للاهلي هو الماتش صعب بالنسبه للفريقين، بالنسبه للحاله اللي الزمالك بيمر بيها، مستوى متذبذب، خروج من الكاس، تعادلات وهزائم في الدوري، فبالتالي فرص الزمالك صعبه في الماتش. والله انا متوقع انه يبقى ماتش صعب جدا، الاثنين عايزين يثبتوا نفسهم، هو منه الزمالك بيطالب بحاجات غريبه في الدوري، والاهلي من اقوى النوادي في العالم. انا زملكاوي بس انا متوقع يا اما الاهلي هيكسب 1-0 يا اما تعادل. الاهلي هيكسب 2-1.